مرحبا بكم في كتاب اليوم. كتاب اليوم ريح الشرقي للكاتب المغربي محسن لوكيلي. رواية ريح الشرقي الفائزة بمنحة آفاق لكتابة الرواية هي ثالث إصدار روائي للكاتب المغربي محسن لوكيلي. ريح الشرقي غوص تخيلي في تاريخ المغرب، تناول فيه الكاتب روائيا الفترة الأخيرة من حكم السعديين للمغرب، محولا الأوضاع العامة آنذاك إلى سرد لافح ورياح شرقية عاصفت بالناس غضبا وطاعونا وقحطا وظلما، لكن على الرغم من شدتها أبقت على بعض الحب نابتا هنا وهناك. في مقطع من الرواية نقرأ لمحسن لوكيلي: صرت أراك يا شهد في سحابة تمضي حرة طليقة، أراك على ما تبقى من سعف نخيل يقاوم مثلي تماما الجفاف وقسوة الحياة، أراك في نفسي التي هجعت بين كفيك كما تهجع الشمس الغاربة بين ضلعي جبلين. قراءة ممتعة، وإلى اللقاء.